اخر اخبار نجوم هوليوود. تخيلوا فيلم من بطولة بيونسي وليوناردو دي كابريو. الفيلم اسمه ستارز بورن وهيكون من اخراج كلينت ستود. ميغان فوكس نزلت صور كتير جدا ليها على الفيسبوك. ليه نزلت الصور دي؟ عشان تبين للناس انها ما خدتش اي حقن بوتوكس. وكمان كتبت تعليق لطيف قوي: حركات ما يقدرش وش يعملها لو واخد حقن بوتوكس. اكسكلوسيف مصباح علاء الدين، ده احدث مسلسل اذاعي دلوقتي من بطولة السوبر ستار احمد عز، وكمان بتشاركوا في البطولة الفنانة اللبنانية نور. اقعد علينا التلفزيون شوية، خلينا نسمع كلام الست المذيع. حاضر يا ابو الانوار. هل يكون الفانوس السحري والذي وجده في خان زقزوق المواطن البسيط مصباح علاء الدين زقزوق، هل سيكون هو الحل لكل المعضلات والمشاكل التي يعاني منها المواطن؟ ايه اللي جرى عشان تشوفيني واحد غير؟ كلامك لنفسك وانت وحدك جوا الاوضه، وكلكم وقعدتك معايا مسهم كانك مخطوف كم تاني. وعشان كده فكرت تجوز سوري عشان كده فكرت تجوزين كانك مخطوف كم تاني وعشان كده فكرت تجوزين ايه قدامك حل تاني؟ المره دي دلني على مكان الفانوس. ونوى على ايه؟ نوى على ايه؟ اروح ادور عليه واقول اهل اهل العروسه اللي خطبتك ليه. ومين بقى اللي خطبتها لي؟ زبادي بنت عادله. فهمني بقى يابا، انت بتقول كلام كبير قوي. الواد مصباح ده لازم يتخطف. حلو، وفلت خطفته، ايش عرفك بقى ان الفانوس هيكون معاه؟ صح، يبقى نخطف ام عوايد وياه. حلو، طب افرض الفانوس مش مع ام عوايد. صح، يبقى نخطف عبد صواني معاه. نتفق على ايه يا نوح يا ابن عوف؟ عشان نبقى بس على ميه بيضه وقاريين بعضينا. اسمعيني يا بنت عجيله، سمعتك قبل كده كتير. مصيبه لا يكونوا فاجئ وجول لحد الدار. بقول لك هدي نفسك يا استعادله. هدي نفسي ازاي بس يا عواي؟ دي البنت الحيله. يا خبر، جرايه ام عواي، جرايه خالتي عديله. زبيده بنت الحيله يا مصباح. مالها؟ جرالها ايه؟ كفلنا الشر. خطفوها يا مصباح. هما مين دول اللي خطفوها؟ دخلت عليها اوضتها يا اخويا ما لقيتهاش، ندهت عليها ما ردتش عليا، بطل من الشباك الا ولاقي لك حبل متدلدل ومربوط فيه الورقه دي. ورقه؟ وريني. خدنا زبيده قصاد الفانوس، ولو عاوزين زبيده يبقى تدونا الفانوس. عوف المناديلي وابنه نوح. ودلوقتي عندنا مفاجأة كبيرة جدا لكل اللي بيحبوا الطرب الشعبي. مش هقول لكم ايه المفاجأة عشان تعالوا نشوفها سوا.